بسم الله وأصبحنا وأصبح الملك لله وعلى بركة الله. نبتدي معاكم مشاهدينا يوم جديد وحلقة جديدة ومميزة بإذن الله من برنامج في الضحى، وما كنتم تتابعونا صباحكم جميل، صباحكم أخضر، صباحكم سعادة. يسعد صباحك أخوي محمد. صباح الخير شوق على كل من يشاهدنا. نقول صباح قطر، ليش؟ لأن لو نقول بعد شهر مر على كأس العالم سنة، ما حد راح يصدق، صح ولا لا؟ صحيح. صدقه؟ لا، لأن فعلا مر الوقت يمر بسرعة، لكن صح. الحمد لله إنجاز وراء إنجاز. فاليوم أيضا راح ننتظر إن شاء الله الحدث الأهم والحدث الأبرز، اللي هو يعتبر واحد من الأمور اللي فعليا كلنا كان ننتظره، اللي هو إكسبو 2023. لذلك يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، فيشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة بحضور عدد من أصحاب الفخامة والسمو والسعادة، رؤساء الدول والحكومات، وكذلك ممثلي الدول الشقيقة والصديقة، وذلك في موقع المعرض في حديقة البدع. طبعاً راح يكون إن شاء الله إحنا على انتظار لهذه التغطية الخاصة والمميزة، اللي أيضاً إن شاء الله تلفزيون قطر راح يكون حاضر تقريباً على الساعة 3:30. شاشة تلفزيون قطر راح تغطي لنا الافتتاح. حدث مهم، جميل بأن إحنا اليوم نلتقي من خلاله، يعود العالم لقطر مرة ثانية. ولما قطر تحتضن العالم من جديد، ليس بغريب هذا الأمر، ليس بغريب أن قطر ترجع تحتضن الشعوب كافة بمختلف ثقافاتها، بمختلف نقول تاريخها. فهي العبرة أن احنا نلتقي من خلال حدث أبرز في المنطقة ولأول مرة يقام في الشرق الأوسط، وننتظره جميعا اليوم الافتتاح الرسمي لمعرض إكسبو 2023 تحت شعار صحراء خضراء بيئة أفضل. ويجسد هذا المعرض مبادئ رؤية قطر 2030، والتي تضع الإدارة البيئية والتنمية المستدامة على قائمة الأولويات. ولابد أن نذكر أن نجاح قطر في إعادة تدوير جميع النفايات المتولدة من فعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 من خلال تحقيق معدل فرز وتدوير بنسبة 100%، وهي المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه النسبة في تاريخ بطولات كأس العالم السابقة. فعلا أكيد، ولما نتكلم يمكن عن هذا الإنجاز، هو ليس جديد على دولة قطر تحقيق الإنجازات وإثبات نجاحها في كل المحافل العالمية، وآخرها دخول المبنى الرئيسي لمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، واللي طبعا نفذتها هيئة الأشغال العامة أشغال لموسوعة جينيس العالمي للأرقام القياسية، وطبعا نظرا لامتلاكه أكبر سطح أخضر في العالم، واللي يمتد على مساحة تقدر بنحو 4031 مترا مربعا. وقد صمم المشروع ليقدم للزائر تجربة تفاعلية مع الطبيعة، والبناء العمراني الحضاري ممزوجة بلمسات من الطابع القطري. فجميل جدا لما نشهد أن هذا المعرض إكسبو قد دخل أيضاً العالمية حتى ما قبل أن يبتدي، خصوصاً نحن نتكلم اليوم عن معرض لأول مرة يقام. طبعاً هذا المعرض هو البستنة الدولي على مستوى قطر، الشرق الأوسط وأفريقيا. جميل تحقيق هذا الإنجاز الكبير من قبل قطر، فيضفي أيضاً زخماً هذا الحدث العالمي. وهيئة الأشغال العامة خذت على الاعتبار في تصميم المبنى أنها تظهر أعلى معايير البستنة ضمن منطقة ذات مناخ حار، وتقديم أيضاً نموذج الدولة الخضراء في إقليم صحراوي. نفتخر أن احنا أبناء هذه البيئة، وننوه بأن اليوم أيضاً مثل ما قالت اختي شوق، بأن اليوم عبر تلفزيون قطر راح تكون هناك تغطية خاصة لنقل أجواء افتتاح إكسبو الدوحة 2023 برعاية أيضاً وتشريف وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. إن شاء الله راح تكون تغطية جميلة، خصوصاً أن المعرض راح نغطيه بإذن الواحد الأحد طيلة الفترة. نتكلم إحنا عن فترة ممتدة إلى 179 يوم. إن شاء الله راح نشوف فيها جهات كثيرة، راح نشوف فيها بلدان وحضارات وثقافات، كلها تكون حاضرة أكيد من أجل الاستدامة، ومن أجل أكيد أن احنا نسلط الضوء على المشاكل اللي احنا قاعد نواجهها في الكوكب. تقريبا 80 دولة راح تكون
تم مشاركة، فإن شاء الله راح تكون تغطية جميلة، وإن شاء الله راح تكون أيضا هناك يعني نفس ما ذكرنا راح يكون في تغطية خاصة. محمد راح تكون موجود إن شاء الله. أنا وفي عبد الرحمن العمادي، أخوي فيصل إبراهيم، أخت مريم من عيمي، والشباب يعني الله يقويهم ان شاء الله. الله يقويكم كلكم. ثلاث يعني اسبوع عندنا تقريبا ان شاء الله راح تكون تحسدينا ترى بنروح هناك. بشوفكم ان شاء الله، براقبكم علشان خلاص اعرف وين لا ممكن بنتوزع. اروح شوفي هو في اصلا اكثر من مكان، في اكثر من قسم، لا اقصد في اكثر من قسم راح يكون موجود، في قسم للترفيه والعوائل، في قسم الترفيه قسم العوائل، وايضا كذلك راح يكون قسم دولي، فراح يكون ان شاء الله هناك في متعه كبيره راح تكون بانتظار الموجودين. وبالنسبه لللوكيشن راح يكون في حديقه البدع. ماشي اذا زحمه عليك مشي قريب. غير كذي بالنسبه للناس اللي راح يكونون ان شاء الله جايين من خارج قطر، نقدر نقول لكم بالنسبه للمساحه تقريبا او للمسافه تحديدا 12 كيلو متر من مطار حمد الدولي، فتقريبا هو راح يكون كلوكيشن وكمكان تحديدا راح يكون جدا ممتاز، الكل يقدر يروح، الكل يقدر يستمتع، وان شاء الله انت تستمتع اليوم. على فكره في الله يسلمك بعد اللي هو المترو في محطتين ممكن توصل كل واحد حاب يروح بدون سياره، يصف سيارته في اي مترو قريب منه، بعد ذلك ينتقل الى يوصل من خلال المترو على اللوكيشن نفسه. ممتاز. فيوصل في نفس المكان بدون ما يدور موقف ولا جرب اليوم تروح ووثق هذه اللحظة إن شاء الله. ست شهور، فإذا أنا كنت موجود اليوم في هذه المرحلة أو ست شهور ممكن أيضا زملائنا في التلفزيون نشوف الكل راح يكون موجود. أول خبر من صحيفة لوسيل، مريم العطية تقول جهود لتعزيز مساهمة المسنين في التنمية المستدامة، حيث دعت سعادة مريم بنت عبد الله العطيه رئيس اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان، لتعزيز حمايه حقوق الانسان للاجيال الحاليه والمقبله من المسنين، وذلك في اطار الوعي بالاعلان العالمي لحقوق الانسان. اضافت سعادتها في تصريحات بمناسبه اليوم الدولي للمسنين ان هذا اليوم فرصه لمراجعه الممارسات الحاليه للحكومات والمؤسسات لتحسين ادماج نهج يشمل حقوق الانسان على مدى الحياه، وضمان المشاركة الفعالة والهادفة لجميع الشركاء بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المجتمع المدني، المسنين أنفسهم، والعمل على تعزيز التضامن بين الأجيال والشراكات بين الأجيال. أمس احتفلنا بهذا اليوم وتكلمنا بمناسبة نقول اليوم العالمي لكبار السن، واتفقنا أنا واختي حنان العمادي بأن كبار السن مش معيار السن، ممكن يمر في فترة انتكاس بعيد الشر عنه وعنكم، ممكن يكبر من خلال تجارب حياتية يمر فيها. دائما نقول الله يخليهم لنا ويطول لنا في عمرهم، لأنها أساسا هم أساس البيت وفرحة البيت، فأكيد إحنا نوجه لهم تحية كل يتابعونا، نقول لهم مرة ثانية الله يخليكم لنا ويطول في عمركم. ننتقل معكم مشاهدينا إلى ثاني أخبارنا لهذا اليوم من لوسيل إلى جريدة العرب وحمد الطبية، دخول 760 شخصا المستشفى للعلاج من الإنفلونزا في عام 2022. حذرت مؤسسة حمد الطبية من خطورة فيروس الإنفلونزا، حيث يمكن أن يتسبب في الإصابة بحالة مرضية شديدة وكذلك يؤدي إلى دخول المستشفى وربما الوفاة في بعض الأحيان. وأكدت المؤسسة إدخال أكثر من 760 مريضاً إلى المستشفى بسبب الإنفلونزا ومضاعفاتها في دولة قطر في عام 2022، وذلك وفقاً للدكتورة منى المسلماني وهي المديرة الطبية لمركز الأمراض الانتقالية التابع لمؤسسة حمد الطبية. قالت إنه لا يتوجب على الأفراد النظر إلى الإنفلونزا على أنها مجرد نزلة برد شديدة، بل هي حالة مرضية خطيرة. والله طبعاً يبعد ويكفي يعني الجميع إن شاء الله من أي مرض كان، سواء إنفلونزا أو غيرها، خصوصاً لما إحنا يمكن نتكلم عن المواسم اللي يتغير فيها الجو ممكن تزيد فيها الإنفلونزا. فدائما حاولوا كونوا حريصين كثر ما تقدرون، لا سمح الله إذا حسيتوا بأي أعراض ولو كانت خفيفة أنكم تتجهون بشكل مباشر إلى المستشفى، تأخذون ممكن الإجراءات الوقائية أفضل، سواء من فيتامينات أو حتى إذا كان في أدوية لابد أن أنتم تأخذونها. أنا الغبار يخليني أزكم، يمكن عندك حساسية. لا ما أدري شي أزكم عبالهم فيني سكام، ما فيني شيء ترى. مرات المكيف أقوم من النوم مكيف بارد
فأزكم من المكيف، أعطيني ساعتين أرجع طبيعي. أنا تدري شنو يصير معي؟ أنا إذا مثلاً ركبت السيارة أيوة. ونزلت شفت هالدقائق هذه؟ لا أنت حساسة. شو نسوي بعد؟ أنت عندك الله يسلمك لازم مناعة أقوى. والله قاعد أحاول أخذ عسل، أخذ فيتامينات، بس أنا هالشيء من وأنا صغيرة ترى، يعني حتى لما رحت الدكتور قال لي هاي طبيعي. أيوة طبيعي عادي. طبيعي. طبيعي بس انا عادي، اهم شيء ان احنا ما فينا شيء الحمد لله. الحمد لله. احنا ذكرنا الاول من اكتوبر اليوم العالمي لكبار السن، لكن بالنسبه للسادس من اكتوبر اليوم العالمي للشلل الدماغي، وهناك حمله توعويه بهذا اليوم العالمي، حيث اعلن مركز الشفلح للاشخاص من ذوي الاعاقه، احد المراكز التابعه للمؤسسه القطريه للعمل الاجتماعي، امس عن تنظيم حمله توعويه بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي للشلل الدماغي اللي صادف السادس من اكتوبر من كل عام، بهدف التوعية والتضامن مع الأشخاص ذوي الشلل الدماغي وتسليط الضوء على الحقوق الصحية والتربوية والنفسية والاجتماعية والتأهيلية. وقالت السيدة جواهر الهاجري مدير إدارة التوعية الاجتماعية بمركز الشفلح خلال مؤتمر صحفي أن الحملة التوعوية هذه التي ينظمها المركز تهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي بالشلل الدماغي وتأثيره على حياة الأفراد المصابين وأسرهم. الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. هذا خبرنا من جريدة الراية. ومن مركز الشفلح ننتقل معاكم إلى قطر الخيرية مشاهدينا، وتحديدا من جريدة الشرق. وقطر الخيرية 30 أسرة منتجة تستفيد من برنامج تمكين 2. أنهت قطر الخيرية البرنامج التدريبي للنسخة الثانية من برنامج تمكين 2 حاضنة الأعمال، والذي أطلق تحت شعار نجاح الغد نصنعه اليوم، وكان ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة. وسيقوم المشاركون خلال الأيام القادمة بتقديم عروض حول مدى استفادتهم من البرنامج وكذلك كيفية تطبيقها على مشاريعهم، ومن ثم يتم اختيار المشاريع الفائزة. ولما نتكلم عن برنامج تمكين، هو يعد برنامجا تدريبيا متكاملا يعتمد بشكل كبير على تطوير وتنمية القدرات والمهارات العملية اللازمة في مجالات التمكين الاقتصادي النفسي وكذلك الاجتماعي. طبعا هو يقدم عن بعد من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وحتى عن طريق التدريب المباشر، طبعا بما يتناسب مع الفئات المستهدفة والظروف المحيطة. احنا من بداية الحلقة نقول اكسبو، وان شاء الله كلنا بنحضر هذا المحفل العالمي ان شاء الله، ونختمها من الوطن، حيث اكسبو سيكون نقطة تحول كبيرة. يمثل معرض اكسبو 2023 للبستنة المقرر انطلاقه اليوم منصة لقيادة التغيير ورفع الوعي لدى المجتمع الدولي بأهمية السعي لإيجاد حلول لمشاكل التصحر والتغير المناخي وتحديات الاستدامة. ويعمل هذا الحدث الدولي على دمج بين التقاليد والتكنولوجيا الحديثة من أجل الاستخدام المتوازن للموارد وخلق نقطة تلاقٍ بين الأشخاص والأفكار لتسريع وتيرة الابتكار والإبداع والبحث والتقدم العلمي في مجال الزراعة الحديثة إنتاج غذاء آمن ومستدام لسكان العالم. نعم، يمكن اليوم احنا ايضا لو نتكلم بشكل عام عن اكسبو، هو راح يكون ان شاء الله خلينا نقول يعني بشكل كبير راح يركز على ركائز مختلفه، من ضمنها الزراعه الحديثه، وايضا عندنا التكنولوجيا والابتكار، الوعي البيئي والاستدامه. هذه مواضيع كلها راح يناقشونها، وبالاخير الهدف من هذا المعرض هو ان احنا نخرج بحلول، بحلول تفيد المجتمع وتفيد الكوكب بشكل عام. فان شاء الله نتمنى يا رب ان تكون هذه نسخة مميزة وجميلة بإذن الله. وأكيد محمد اليوم لما نتكلم عن إكسبو، أنا يمكن ذكرت سابقا في مقدمتنا لحلقتنا لهذا اليوم أن إكسبو استطاع أنه الحمد لله من قبل حتى الافتتاح أنه هو يدخل ضمن موسوعة جينيس، بالإضافة إلى ذلك هو يعتبر اتجه لصناعة التاريخ حتى قبل البداية كأول معرض دولي مستدام في فئة A1 تحديداً، أنه هو يكون على مستوى عالمي في قطر، الشرق الأوسط وأفريقيا. جميل، لما احنا نشوف أيضاً هذه الثقافة موجودة عند الجيل هذا، لما يشوف الله يسلم زبالة ما تبقى من الأكل، الناس ممكن تقطه بالشارع، فهناك حالة استنكار ممكن الناس تشوفها وتستنكر لما هذا التصرف يكون موجود. احنا نقول بيننا وبين نفسنا عيب ان في نفايات، عيب ان في بعض نقول تصرفات غير اخلاقيه موجوده، لكن قله قليله، ولما الوعي يزيد
فهذا إن دل على أن قطر قاعدة تساعدك. بلا شك، وقطر قاعدة تساعدك. مش اليوم الموضوع، احنا ما قاعد نتكلم عن شيء اليوم احنا قاعد نعيشه. هناك في كثير من البرامج امتدت لأكثر من 30 سنة، انت وانا وغيرنا الكثير يمكن احنا عاصرنا هذه الأشياء حتى من خلال مدارسنا اللي تنتهج ان احنا شلون اليوم نحافظ على البيئة، في سواء الرحلات اللي كانوا يقدمونها حتى في دراستنا كذلك. اليوم ذكرتني في رحلة البحر، نروح البحر عشان نجمع صح. في وايد اشياء احنا كنا نعيشها غير كذي، مثلا حتى في حصصنا يمكن احنا من الاشياء اللي اتذكرها مثلا عندنا بالفنيه، ان انت شلون اليوم تسوي عمل فني من خلال ان انت اليوم تشوف مثلا غراش البلاستيك او هذه الامور. فموضوع الاستدامه، موضوع الحفاظ على البيئه هو مش وليد اللحظه في دولتنا قطر، انما من زمان. وهذا الشيء اليوم احنا قاعد نشوفه ايضا يطبق على ارض الواقع الحمد لله. ايضا كأس العالم كان يمكن خير دليل على هذا الجانب. يمكن ذكرت نقطة اللي هو 100% كان لاستنفاذ واستهلاك ايضا بما يتعلق بالنفايات. فالنجاحات الحمد لله كثيرة، ودولة قطر الحمد لله اثبتت للعالم بجهودها، بجهود شبابها، انها ان شاء الله قادرة على تحقيق الكثير وتحقيق النجاح. راح نتابع مشاهدينا معاكم في هذا التقرير الاستعدادات والنجاحات الكبيرة اللي قاعد توليها دولة قطر على مستوى المحلي وكذلك على المستوى العالمي، سواء في كأس العالم أو حتى في إكسبو والبطولات الأخرى. تفرد في التنظيم، تميز في التنفيذ، والمحصلة سمعة دولية يشهد لها القاصي والداني. يعتبر التنظيم الممتاز للفعاليات الكبرى في قطر أحد أهم المحفزات للسياحة والاقتصاد، حيث تساهم هذه الفعاليات في زيادة عدد زوار البلاد وتحسين الوضع الاقتصادي والسياحي فيها. قطر أتقنت فن تنظيم الفعاليات على اختلافها، وليس كأس العالم من ذلك ببعيد، حدث تردد صداه وما زال. فإلى جانب تطويرها لبنية تحتية متطورة ومتكاملة، حصدت الدوحة ثمار سنوات من العمل بمردود اقتصادي تمثل في تنشيط السياحة بشكل لافت. كما تسير دولة قطر في الاتجاه الصحيح في تحضيراتها لاستقبال العالم من جديد، هذه المرة لزيارة إكسبو 2023 الدوحة، أول معرض دولي للبستنة من الفئة A1 يقام في منطقة الشرق الأوسط تحت شعار صحراء خضراء بيئة أفضل، في الفترة من 2 أكتوبر 2023 وحتى 28 مارس 2024. وستشكل فعاليات المعرض إضافة نوعية جديدة على مسار التقدم الحضري والبناء التنموي والتنشيط السياحي لدولة قطر. وتستضيف قطر خلال الفترة المقبلة العديد من الفعاليات الرياضية، ومنها جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 في الفترة من 6 وحتى 8 أكتوبر 2023، وبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم في الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024، وغيرها من الفعاليات الرياضية الكبرى. وتعد هذه الفعاليات فرصة فريدة لترسيخ مكانة الدوحة عالمياً، وما يترتب على ذلك من مزايا اقتصادية، ومن أبرزها تنشيط القطاع السياحي في الدولة. رجعنا لكم مشاهدينا وحياكم الله وين ما كنتم تتابعونا. مستمرين معاكم نفس ما ذكرنا لكم، اليوم راح يكون إن شاء الله التركيز بشكل كبير عن إكسبو وعن نجاح دولة قطر فيما حققته في تكثيف جهودها فيما يتعلق بجانب الحفاظ على البيئة والاستدامة. فنجحت دولة قطر في هذا الجانب بشكل كبير، وتحديدا لما اليوم نتكلم عن تكثيف جهودها في مجالات عدة، واحدة من هذه المجالات تدوير النفايات بما يعكس التزامها بالاستدامة
الاستدامة البيئية واللي وضعتها في قائمة أولوياتها وأدرجتها كذلك في الرؤية الوطنية 2030، وكذلك نشوفها في الاستراتيجية التنموية. ولما نتكلم عن إكسبو 2023 هو طبعا يعتبر أول معرض دولي للبستنة من تصنيف A1 يقام في قطر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد أبرز الأحداث العالمية في جانب ومجال البستنة والزراعة. ليش؟ لأن اليوم نتكلم أنه هو يجمع ما بين الابتكارات في مجال البستنة والتصميم المستدام للحفاظ على البيئة، والأهم يسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الطبيعة، تعزيز الاستدامة في جوانب كثيرة. اليوم معانا في الاستوديو ضيف جدا مهم، ممكن هذا الضيف أنتم كلكم تعرفونه، ناشط كبير في الجانب البيئي. معانا اليوم الدكتور سيف الحجري الخبير البيئي، راح يحدثنا أكثر عن هذه الفعالية وأهميتها في الحفاظ على التوازن البيئي. حياك الله معانا دكتور، وسعيدين جدا بوجودك، دائما وجودك يثري حلقتنا. شكرا لك. واجب، الله يسلمك. من زمان ما شفناك دكتور. لا موجود، الله يسلمك، وهذه محطتي يعني. لا شو، انت موجود في مجالك، هذا اكيد. شوف اذا نشوف واحد نقول له شلونك، احنا نقول له شلون قلبك عشان يرد علينا قلبي خضر. خضر اكيد. لان أكيد. الوضع الان نعم خضر في قطر. بالفعل هو حاليا، حتى انا عندي فلسفه ما يسمى بالمهنه، تخضير المهنه. شلون؟ يعني المهن كلها يمكن تخضيرها، وتخضيرها كيف؟ إن الإنسان عندما يقوم بأي نشاط لابد أن يكون خلفيته بيئية. حلو. أنت كالإعلامي إذا كان عندك خلفيته بيئية هيكون تعبيرك أكثر مؤثر. الإنسان وليد بيئته. نعم، وبالتالي المهندس الذي يخضر مهنته حيكون أكثر جودة في إعطاء مبنى أجمل، مكان أفضل. الأم التي خضرت أمومتها هتكون أكثر قدرة على تربية هذا النشء بطريقة أفضل. إذن بالفعل هذه الخضرة هي نعمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لأن كانت هي قبل أن يأتي الإنسان إلى هذا الكوكب. نعم. وبالتالي بدأ الحياة بهذه النباتات، وكانت صغيرة ومبسطة وغير معقدة، واليوم أصبح في الحقيقة متنوعة. وبالتالي علينا واجب حمايتها والحفاظ عليها. فعليا يعني الحفاظ عليها ممكن هو أصلا مسؤولية مجتمعية اليوم، لأن احنا اليوم نتكلم الضرر هو ما يخل الفرد بنفسه، إنما يخل الكوكب بشكل عام. لذلك لما نتكلم احنا عن إكسبو 2023 أمانة الكل سعيد لأنه يتناول قضايا مهمة، لكن أنتم أكيد راح تكونون أسعد، خصوصا أنتم مهتمين في هذا الجانب. لكن دكتور نتحدث عن أهمية إكسبو اللي ينظم لأول مرة في دولة قطر وشمال وأفريقيا والشرق الأوسط. نعم بالفعل، ونبارك لدولة قطر باحتضان هذا المحفل الإقليمي والدولي، كون أن البستنة هي بدأت منذ فترة طويلة، ولأول مرة تتواجد هذه الاحتفالات في الصحراء، وكان شعار الصحراء تخضير الصحراء وبيئة أفضل. إذن دولة قطر حريصة على أن تقدم في الواقع لكل من شارك هذا العام نموذج به المنفعة، وهناك أيضا القضايا التي تتحدى الاستمرار والاستدامة بالنسبة للبشرية، كلها ستكون حاضرة. هناك أربع ركائز أساسية حاضرة في إكسبو قطر. أولا الزراعة الجديدة والزراعة المحمية وما يعرف بالزراعة الحديثة. نعم. التي تواكب أيضا تحديات تغيرات المناخ وأيضا قلة الغذاء. ثم أيضا التكنولوجيا حاضرة، وإبداع والابتكار أيضا ستكون جزء من اهتمام دولة قطر في هذه القضية. دكتور لما احنا نشوف اليوم المحافل سواء كانت على المستوى الرياضي والآن محفل البيئي، فنجمع أيضا شعوب، دول كثيرة ستشرفنا وموجودة، والتقيت أيضا مع أخواننا من دول الخليج موجودين قبل أيام من انطلاق الإكسبو اللي راح يكون اليوم، قالوا راح نقعد 6 شهور. فبالتالي في هذه 6 شهور راح نشوف العالم كله. نعم. فش كثر البيئة اليوم راح تعرفنا على بيئة أشخاص آخرين. نعم بالفعل، هناك أكثر من 80 دولة حاضرة، بالإضافة إلى المنظمات المعنية سواء كان إقليمية والدولية. أشقائنا في الخليج هم أقرب إلى بيئتنا، سيقدموا أيضا تجاربهم. هناك أيضا سواح الذين سيأتوا، لأن البعد الآخر من الثقافي والترفيهي وأيضا إعطاء الطفولة
أيضا مكانة الاستمتاع، وأيضا تم اختيار الموقع أيضا صح. يتناسب صح. مع الظروف التي نتطلع إليه. إذن بالفعل ما سنلاحظ هناك كثير من السواح سيأتي إلى قطر، ما يقارب إلى المقدر 3 ملايين زائر. فطبعا تجربة قطر في كأس العالم حاضرة، ستقدم أيضا لهؤلاء الضيوف بسمة طيبة والاستقبال والاستمتاع في مدينتنا صح. وخاصة الفترة القادمة فترة الأجواء طيبة فنتمنى لضيوف قطر الاستمتاع في مدينتنا الدوحة. دكتور أكيد لك ذكريات في البدع. نعم صح؟ لا شك. أنت شوق نفس الشيء. كلنا كنا 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 نروح البدع، كان في سكيتنج هناك، كان في حتى معصارة خاصة ارتبطت بذكرياتنا. صحيح. تذكرين؟ طبعا ذكر ايام ما طحت هناك. طحت بعد؟ لازم في كل مكان نترك اثر. بعدين انت يمكن تتكلم على عمرك القصير، عن ما بالك يعني اللي قبل. نتكلم عن الستينات. ايوه. هذه المنطقة كانت شجرة السدرة عامرة تحت كل بيت. الله. كل بيت كان في شجرة سدرة. لما ألغيت البيوت في هذا الموقع كان حي متكامل، ظلت هذه الشجرة ولا إلى هذا اليوم موجودة في موجود. هذا الموقع. إذن هذه تعبر عن أيضا انتماء أجدادنا وأبائنا بأيضا هذه الحياة البسيطة اللي كانت في فترتهم. يعني كانت بيوتهم بسيطة. حلو. المياه تأتي بوسائل أيضا بسيطة. صح. شجرة كانت تعنيهم لأن كانت ظل، وكان النبق اللي يأخذوه كان ينتظروه سنويا. إذن بالفعل يعني ذكريات الماضية هي لا زالت حاضرة، وهنا حل. نقف باحترام وتقدير لأبائنا وأجدادنا. فنقول لنا في حديقة البدع ذكريات. نعم. كانت ولكن الآن نعم. عادت من جديد من خلال إكسبو. هذا دل على دور قطر في أنها تحتوي الأماكن بشكل جدا جميل، يدعوك للفخر. خلينا نشوف دور قطر مع البيئة ونرجع. خطط حكومية وجهود كبيرة تبذلها دولة قطر من أجل الحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي الذي بات خطراً يهدد الجميع. في أكتوبر من العام 2021 أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. الممارسات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة لم تعد شأن وطني يعني محلي منذ عام 2015، وحتى قبل ذلك يعني منذ ما يسمى بأهداف الألفية للتنمية المستدامة، ثم أهداف التنمية المستدامة 2030 في عام 2015. اتفق العالم على ما يسمى بشراكة عالمية للتصدي إلى قضايا العالم، منها قضية البيئة على سبيل المثال، هي صلب أساسي واحدة من أهداف التنمية المستدامة. قطر حقيقة فاعلة في ذلك. قطر أصبحت عندها استراتيجية وطنية بيئية ومعنية بقضايا تغير المناخ. هذه الاستراتيجية مستندة إلى ما يحدث في العالم بالإضافة إلى حاجتها الوطنية. تتوافق الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي في دولة قطر مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وطموح دولة قطر لبلوغ مركز قيادي في المنطقة. حقيقة قضية المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة والجهود اللي قامت فيها الدولة لم تقتصرها على وزارة معينة مثلا، وإن كانت البعد البيئي مثلا عمل وزارة البيئة، لكن أدخلت التنمية المستدامة وأهدافها وتطبيقاتها في كل الجهات، في كل الجهات الحكومية، وحثت القطاعات الأخرى أيضا على تبنيها مثل قطاع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حثت على تبنيها بل وضعت حوافز لتبنيها. هذا يعكس صراحة اهتمام الدولة في، ولذلك حققت لما نتكلم نقيس أداء قطر يعني مقارنة بالدول الأخرى في قضايا أهداف التنمية المستدامة ومنها البيئة، نجدها من الدول المتقدمة أولا في قضايا الإبلاغ عبر تقاريرها والتزامها بتقارير الاستدامة، بالإضافة إلى التزامها الوطني. نسبة الوعي جدا عالية، يعبر عنها بعدد الورش اللي تقام، البرامج، الفعاليات. نتوج ذلك يعني بحدثين كبيرين، حدث انتهى وحدث إن شاء الله قادم،
الحدث اللي انتهى كأس العالم كان كأس يعني بطولة صديقة للبيئة بكل معانيها. ثم الأكسبو قطر إن شاء الله اللي سيأتي، وهو أكسبو معني متخصص في قضايا البستنة، وهي أيضا ممارسة بيئية كبيرة. نتمنى إن شاء الله التوفيق، ونفخر بجهود قطر في إنجازاتها في مجالات البعد البيئي والتنمية المستدامة وأيضا الممارسات المسؤولة. حماية البيئة لا ينبغي أن تقتصر على الجهات ذات العلاقة فقط، وإنما هي مسؤولية مجتمعية قبل كل شيء. فحماية بيئة اليوم حماية لأجيال الغد ومستقبلهم. رجعنا لكم مشاهدينا. يمكن من هذا التقرير احنا دائما نؤكد اهتمام دولة قطر في هذا الجانب، لذلك احنا نشوف ايضا ان ضمن الخارطة اللي قاعد تمشي عليها المؤسسات اللي هو تحقيق رؤية قطر 2030 فيما يتعلق بهذا الجانب. ولما نتكلم احنا ممكن عن الاستدامة والحفاظ على البيئة، شهدنا انجازات كثيرة في هذا الجانب. واحدة من اهم الامور ايضا اللي هو عام 2011 اللي هو مركز معالجة النفايات الصلبة بمسيعيد، اللي يعتبر واحد من أهم وأكبر المراكز المتخصصة للمعالجة بالشرق الأوسط. اليوم أيضا واحدة من المواضيع دكتور لما نشوف أن دولة قطر حريصة ومهتمة أيضا برصد تأثير المشاريع على المناخ، فنتكلم إحنا عن شيء مش وليد اللحظة، إنما قطر مهتمة بهذا الموضوع من سنوات كثيرة. ف ذكرت أنت سابقاً موضوع جداً مهم، يمكن حتى قبل ما نطلع ونشوف هذا التقرير، عن قديماً شلون أهالينا كانوا يحافظون ويهتمون في البيئة. الجميل اليوم لما نشوف أنه في جهد كبير وتركيز على الاحتفاظ بهذه المواريث مع إدخالها أكيد بالتكنولوجيا الحديثة من أجل الاستخدام المتوازن للموارد. فنتحدث أكثر عن هذا الجانب اللي إن شاء الله راح يحقق في أكسبو. طبعاً دائماً ذاكرة الأمة في غاية الأهمية، لأن الذاكرة هي تراكم لخبرات أبناء هذه الأمة، وكما ذكرتي أجدادنا وأبائنا كانوا أكثر مواطنة لبيئتهم بحكم المنفعة اللي كانت متبادلة. صحيح. بين طبيعة ووجودهم، لأن ما كان عندهم بيوت المشيدة ومكيفات وسيارات، لا، كانوا يتعاملون بأبسط الطرق، لم يذهبوا للجامعات، لم تكن هناك مراكز أبحاث، انتفعوا وكسبوا مهارات التعامل مع بيئتهم بحكم المعايشة اليومية في هذه البيئة. ولكن لا شك أن كل جيل له متطلباته. اليوم الجيل الحالي هو يحتاج إلى مدينة خضراء. نلاحظ دولة قطر لها توجه في ما يعرف بالمدن الخضراء والمدن الآمنة، مثل مشيرب، مثل مدينة الوسيل، مدينة التعليمية. هذه المدن أسست صح. بتقنيات حديثة، بطاقة أيضا هي طاقة نظيفة. إذا هن أيضا نعيش فترة تكنولوجيا، والأجيال القادمة حيكون أيضا في الحقيقة في هذا الجانب. دكتور لما نشوف الشوارع قبل فترة من الزمن كنا نقول تبارك الله نظيفة، فالبيئة قايمة بدورها من ناحية موفرة أشخاص ينظفون الشوارع. نعم. الآن ما نشوف اللي ينظفون الشوارع. نعم. نشوف ثقافتنا إحنا. نعم. إحنا شو اللي قدمناه على هالبلد، بالتالي إيش كثر راح يأثر بالنسبة للمواقف والسلوكيات تجاه البيئة. نعم. والوعي. نعم بالفعل تغير الوعي. زمان كان نلاحظ الناس يرموا مخلفاتهم عشوائيا وعادي وعادي، والحمد لله أصبح لا. صحيح. أصبح اليوم هو أصبح مرعز. عين وهو حريص بأن عنده مسؤولية في رمي هالمخلفات في الأماكن الآمنة. صح. والدولة أيضا وفرت حاويات في أماكن عديدة، سهلت الأمور، شواطئنا أصبحت أكثر نظافة من السابق، أصبح هناك وعي وأسري. الأكسبو راح يأثر في الموضوع؟ طبعاً هالتأثير حيكون أيضاً دائماً الجانب التوعي التراكمي. نعم. وبالتالي أكسبو حيضيف لا شك، هناك مجموعة لم تلتزم إلى الآن. أي فيه صح. وهذا صح. من الطبيعي. صح. فالأكسبو كما نعلم دولة قطر تضم جاليات أكثر من 180 جنسية موجودة وجايين من مناطق متعددة، كل سيكون له موقع. صح. والأكسبو سيكون مؤثر لكل
من يعيش على أرض قطر. بلا شك، وطبعاً إحنا الأسلوب اللي ننتهجه اليوم هو راح يكون له تأثير بلا شك في المستقبل، خصوصاً إن إحنا اليوم قاعد نشوف بالنسبة لزيادة الأعداد، فإحنا نحتاج مع كل هذه الزيادات نحتاج إلى توعية دائمة ومستمرة، وهذا الدور اللي تقدمونه بشكل عام دكتور، يعني دائماً أينما وجد الدكتور سيف نشوف أيضاً هناك المحاضرات التثقيفية والتوعوية، فراح نتحدث أكثر عن المشاركة إن شاء الله راح تكون في إكسبو، تحديداً مشاركتكم بإذن الله. نعم، مشاركتنا هتركز على جانبين، الجانب أول القيمي وهو الأهم دائما، هو الذي يعمل فرق في أي أمة، عندما تحمل قيم هي في الواقع توجه المعرفة، توجه كل سلوكيات الإنسان إلى ما هو الأفضل. نعم. إذن سنركز على الطفولة المبكرة، ممتاز. منذ 3 سنوات لهم محطة تفاعلية، وأيضا نقدمها بطريقة محببة للطفل، قريبة إلى رغبته، باستخدام الألوان، باستخدام التفاعل، باستخدام النباتات، وإحساسهم بقيمتها. أيضا بالإضافة لذلك سنقدم ورشات ميدانية، أيضا كلها تصب في الواقع في الجانب البيئي والجانب السلوكي، كيف نتعامل طبعا مع هذه. طبعا نقصد قطر فاونديشن، من خلال طبعا قطر فاونديشن، من خلال برنامج لكل ربيع زهرة، أيضا من خلال مؤسسة لدينا اللي هي تسمى مبادرة للمسؤولية المجتمعية. نعم. أي نعزز المسؤولية المجتمعية لكل فرد وكل مؤسسة، قطاع خاص أو عام. حلو. حديقة القرآن النباتية هل راح تكون لها مشاركة؟ طبعاً حديقة القرآن النباتية حتكون حاضرة، أيضاً تبرز جانب الديني. ديني صحيح. لأن هناك أيضاً الشعور بأهمية تنفيذ هذه الجوانب الشرعية، لأن الإفساد في الأرض هو مخالفة للشريعة الإسلامية، وبالتالي إبراز ووجود حديقة نباتات قرآنية فيه ستبرز قيمة وحرص الإسلام على هذه الحياة، بالإضافة إلى أيضا الجانب العلمي في حديقة القرآن الكريم. هذا هو الأساس. نعم. الدين، إذا الإنسان ما يكون ماشي على دين وأسس وبعدها القانون اللي يستمد تشريعه من الدين ومن الشريعة الإسلامية، لم تكن هناك حياة طيبة. بالفعل. وأيضا حب الوطن، هنا سنركز على أن هذه العملية هي أيضا تدخل من ضمن حب الوطن، لأن حب الوطن ليس برفع علم، ولكن هو بانتظام برفع واحترام القوانين، وأيضا أن تقوم بدورك، تصحح أخطاء الآخرين. هذه هي الأنشطة اللي نطمع من شبابنا ومن أبنائنا ومن بناتنا أينما وجدوا. إن شاء الله. نقول دائما قطر تستحق الأفضل من أبنائها، وتحقيق هذا الشيء أكيد بمواضيع كثيرة ومهام كثيرة، لذلك مبادرة صحراء خضراء بيئة أفضل هي مسعى، لابد أن احنا نسعى فعليا إلى تحقيق هذا الشيء عن طريق اللي هو الشراكة والمساهمة المجتمعية، وأساسها أنت وأنتي والطفل اليوم نفس ما ذكرت. يعني دكتور دائما الاهتمام بالبيئة بشكل عام والاهتمام برأس المال البشري من هو طفل أكيد راح يكون له منافع عديدة ومختلفة. دكتور سيف الحجري شكرا، والخبير البيئي شكرا لوجودك معنا، نتمنى لك كل التوفيق، خصوصا أن أنت إن شاء الله راح يكون بانتظارك رحلة طويلة مدتها 179 يوم إن شاء الله، بانتظار أيضا كثير من الزوار إن شاء الله راح يكونوا موجودين معنا في الدوحة. الله يشكركم على تواجدكم أيضا في هذه المحافل. واجب. احنا عاد نسألك، مريت ولا ما مريت قبل الافتتاح؟ لا مريت. زين. واليوم وعدنا ان شاء الله الافتتاح ان شاء الله سنلتقي. نعم، وسيحضر حضر صاحب السمو في هذا الاحتفال، دليل اهتمام الدولة بكافة أركانه. نلتقي هناك بإذن الله، واحنا طالما اليوم على الافتتاح وعلى بعد ساعات نقول ونشهد انطلاق نقول تجمع لأول مرة يكون على مستوى الشرق الأوسط، وين بعد؟ في أفريقيا. فنشوف آخر استعداداتهم قبل الانطلاقة بساعات. موقع سينبض بالحياة، متحولاً إلى تجربة تتسم بالابتكار، الاستدامة، التواصل والثقافة، بالإضافة إلى الترفيه، مستقبلاً العالم للمشاركة في حدث يصنع التاريخ، معرض إكسبو الدوحة 2023. يتجه لصنع التاريخ كأول معرض دولي للبستنة من الفئة A1 في قطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تم تنفيذ إكسبو 2023 الدوحة ضمن إطار رؤية الوطنية لقطر 2030 برعاية وزارة البلدية، ويقام معرض إكسبو تحت شعار صحراء خضراء بيئة أفضل، ويهدف إلى تعزيز الابتكارات المستدامة ومكافحة التصحر، وسيلهم الزوار للمشاركة في التحول ضمن أربعة مواضيع رئيسية: الزراعة الحديثة، التكنولوجيا والابتكار، الوعي البيئي والاستدامة. وقد تم إنشاء هذا الموضوع لإلهام المجتمع الدولي لاستكشاف واعتماد حلول مبتكرة للتخفيف من آثار التصحر. الحدث الذي يمتد على مساحة 1,700,000 متر مربع يقام في حديقة البدع الخلابة، ومن المقرر أن ينطلق إكسبو في 2 أكتوبر، وسيستمر لمدة 179 يوماً من الاحتفالات، وينتهي في 28 مارس 2024. يتميز إكسبو 2023 الدوحة بأنه الأول من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ويقدم للشركاء والمستثمرين فرصة فريدة للمشاركة في هذا الحدث التاريخي. سيتمتع الجميع بزيارة حدائق جميلة والاستماع إلى حوارات تثير الفكر، بالإضافة إلى حضور المؤتمرات والاستمتاع بالفن والمأكولات. فكونوا على الموعد. والله شيء حلو، عالم جميل وعالم من الخيال احنا نعيش اليوم في واقع قطر. شكرا ل الزميلة والأخت زهرة خليفة على هذا التقرير والتفصيلي اللي فعلا راح يكون اليوم وانطلاق اليوم. فإكسبو 2023 جامعة قطر تنظم تحت هذا الإطار ملتقى جامعة قطر السنوي لعلوم الحياة 2023، واللي سيعقد أيضا الشهر المقبل تحت عنوان حلول مستدامة صديقة للبيئة من أجل بيئة صحراوية خضراء. نتكلم عنها أكثر وشنو جامعة قطر راح تقدم من خلال الدكتورة فاطمة الخياط. حياك الله معانا وصباح الخير. صباح النور، أهلا أستاذ محمد. يعطيك العافية أختي فاطمة، سعيدين اليوم لما أكيد نتحدث بهذا الجانب، خصوصا لما نتكلم إحنا عن جامعة قطر اللي تعتبر رائدة بشكل كبير في هذا الجانب، وأيضا في ميدان البحوث العلمية المختلفة المختصة بالبيئة. فرح نتحدث أكثر عن إكسبو واستعدادات الجامعة لإكسبو. أهلا وسهلا أستاذ الشوق، معك طبعا فاطمة عبد الله الخياط، رئيس قسم العلوم البيولوجية والبيئية، ولذلك أنا راح أتكلم عن مشاركة جامعة قطر من خلال قسم العلوم البيولوجية والبيئية في معرض إكسبو. طبعا الجامعة ككل مشاركة بجميع أقسامها، ولكن بالنسبة لنا إحنا كقسم مشاركتنا من خلال تنظيم اللي هو فعالية منتدى علوم الحياة السنوي. هذه فعالية احنا سنويا تكون تحت مظلة القسم وتحت اشراف كلية الآداب والعلوم وجامعة قطر، بالتالي احنا في كل عام نستهدف موضوع معين خاص بالبيئة وخاص بالعلوم البيولوجية. في هذا العام لان تحت مظلة إكسبو راح يكون مواكب للعنوان اللي اختارته مظلة إكسبو، وهو عنوان راح يكون حلول مستدامة صديقة للبيئة لبيئة صحراوية خضراء. حلو، نتكلم عن مشاركتكم في منتدى علوم الحياة السنوي والذي سينطلق هذا العام تحت مظلة إكسبو 2023. الربط بينكم وبين إكسبو ووجودكم أيضا في هذا العالم. احنا باذن الله راح يكون في الشهر القادم في شهر نوفمبر على مدى يومين. طبعا احنا تكون مشاركتنا في هذا المنتدى عن طريق اللي هو تواصل مع باحثين سواء وعلماء اكاديميين
سواء تابعين لجامعة قطر أو من الدول الإقليمية والمحيطة من دول الخليج أو اللي على المستوى الدولي يكونون تحت التخصصات اللي هي المطلوبة واللي تندمج تحت هذا العنوان، لأن إحنا موضوعات تكتيلة لهذا العام مطابقة تماما لخط إكسبو، فإحنا عندنا موضوعات راح تكون بإذن الله في التقنيات المتقدمة لاستخدام الأمثل الموارد المائية، ترميم التربة الصحراوية وإثرائها، إعادة تأهيل الغطاء النباتي، استخدام الميكروبات الميكروبيومات، فهذه كلها راح نستدعي لها علماء وباحثين بحيث أنهم يطلعون على أهم وأحدث الأبحاث العلمية في هذا المجال. نعم، يمكن دكتورة فاطمة كل هذه الأمور هي دعم لمساعي الدولة ممكن أيضا في تحقيق الأمن الغذائي أو حتى الاستدامة، وجامعة قطر اليوم تنجز العديد أمانة من المشاريع اللي إحنا نفتخر فيها كطلابها أولا، وأيضا نفتخر فيها كاليوم أن إحنا قاعد نشوفه يطبق على أرض الواقع، ووصول اسم جامعة قطر وقطر إلى بلدان كثيرة من ضمنها أيضا عندنا مشاريع كثيرة، مشروع روبوت المحافظة على المسطحات الخضراء، عندنا مشروع مادة هلامية، عندنا أيضا مشروع الشعاب المرجانية اللي أيضا وصل نقول إلى سواحل البرازيل كمنتج قطري، فإنجازات كثيرة الحمد لله، لكن أيضا إن شاء الله القادم راح يكون أفضل. فنتحدث اليوم أيضا دكتورة بشكل عام عن أهم الأمور اللي أنتم فعليا حاطينها في عين الاعتبار في هذه المشاركة، ودكم أن توصل كرسالة إلى الجمهور اللي راح يكون حاضر. إحنا أول شيء بالنسبة لنا طبعا هو أهداف المنتدى بشكل عام، إن إحنا أول شيء نوفر منصة للباحثين والعلماء حتى نبادل التطورات العلمية والتكنولوجية بحيث ان احنا نصب في هدف البيئه المستدامه. نعم. نرفع الوعي البيئي بالنسبه للتحديات البيئيه، ايجاد الحلول الممكنه لحمايه الموارد الطبيعيه وتعزيز التنميه، وهذا ايضا من خلال الابحاث العلميه. توفير اللي هو تبادل التطورات العلميه التكنولوجيه لانتاج اغذيه امنه ومستدامه. كل هذا ان شاء الله راح يكون في ضمن إطار المنتدى وتحت مظلة إكسبو وتحت بإذن الله نفس العنوان. طيب. وحب أقول بس إن في راح يكون أيضا مش فقط مشاركة للعلماء والباحثين وأيضا لطلابنا من دراسات اللي هم الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه وأيضا لطلاب دول الخليج. شيء طيب. مشاركينهم بفسقات علمية. والله حلو وجود الطلاب. وجود أيضا نقول بكافة مراحلهم الأكاديمية. دكتورة فاطمة الخياط قبل ما نختم وياك، هل أنتم فعلا مستعدين اليوم وراح تكونوا موجودين من أوائل نقول الأيام الأولى لإكسبو الدوحة؟ إحنا بإذن الله مستعدين، لأن إحنا استعداداتنا هذه بالنسبة لهذا المنتدى تبدأ من بعد ما يخلص المنتدى، نبدأ نخطط للسنة القادمة ما شاء الله. خطة سنوية. حلو، مستعدين بإذن الله بالتواصل مع المنظمين في إكسبو، بالتواصل مع الباحثين والعلماء اللي خارج قطر، وعن طريق الأبحاث اللي يقوم فيها أعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر وفي القسم وعن طريق طلابنا والمشاريع البحثية، فإحنا استعداداتنا إن شاء الله جاهزة. يعطيكم العافية دكتورة، جدا سعيدين أكيد لما نشوف نفس هذه المشاركات ونشوف أنك جامعتنا اليوم تكون حاضرة ومشاركة. الحلو أنه مش نفس ما ذكرتي فقط بالعلماء، لكنما أيضا إشراك الطلاب والطالبات اللي راح يكون إن شاء الله أيضا إفادة كبيرة بالنسبة لهم ويستفيدون من هذا المعرض. شكرا دكتورة فاطمة الخياط رئيس قسم العلوم البيولوجية والبيئية من جامعة قطر. بلا شك مشاهدينا لما نتكلم إحنا عن الجامعة نتكلم أيضا عن واحد من أقدم وأهم المراكز اللي موجودة عندنا في جامعة قطر من عام 1980، طبعا مركز العلوم البيئية في جامعة قطر اللي هو اليوم احنا قاعد نشوف ثمرة لجهود هذه المؤسسة، هذه المشاريع الكثيرة. نرجع نقول كل هذه الجهود هي مش وليدة اللحظة، إنما اهتمام دولة واهتمام قيادة بالمحافظة على البيئة والمحافظة كذلك على الإنسان. أنا صرحت وايد وأنا أفكر من شوي حديقة البدع والذكريات اللي كانت موجودة وإحنا صغار، إحنا ممكن نكبر لكن نتذكر شنو الأشياء اللي كانت في الحديقة، فيطري عليك وايد أمور صح؟ وايد الله، وذكريات حلوة.
كل شيء حلو صراحة، حتى الأكل كان مو بس رخيص بقيمته بس حلو يعني. فذكريات ممكن تنصنع في فترة من الزمن في حديقة البدع، لكن الآن قاعد تنصنع بالنسبة للجيل اللي موجود والجيل الجديد اللي أيضا توه في بداية عمره، راح يتذكر هذا الأمر بعدين في إكسبو الدوحة 2023. فاصل وراجعين. حياكم الله معنا مشاهدين، أكيد ما زلنا مستمرين معاكم. يعني اليوم نتكلم إحنا عن جانب جدا مهم اللي هو إكسبو، لذلك المعرض الدولي للبستنة يهدف بشكل عام إلى إلهام المجتمع الدولي لتبني حلول مبتكرة، الأهم طبعا علشان نخفف من حدة التصحر وتعزيز الأسلوب اللي تنتهجه في زراعة طعامنا، لما له أكيد تأثير كبير على تصحر كوكب الأرض. لذلك لما نقول إحنا مبادرة صحراء خضراء بيئة أفضل، هي مسعى لا يمكن إحنا نفصلها أكيد عن ابتكار طرق تكون أكثر تناغماً واستدامة لإنتاج الغذاء. ومن هذا المنطلق اليوم عندنا واحدة من المبادرات القطرية اللي طبعاً هي مبادرة تطوعية تعني بالزراعة، وتحديداً اليوم نتكلم يمكن عن اهتمام بجانب كبير في أن اليوم إحنا نوصل الزراعة المنزلية، ليش؟ لأنها تهدف إلى نشر الثقافة الزراعية في الأوساط النسائية. الأهم من ذلك كله نحن ندربهم، ندرب الفتيات، ندرب السيدات، ندرب المجتمع على الزراعات المنزلية والصناعات الغذائية وإحياء التراث الشعبي، إضافة إلى تمكين المرأة من الإنتاج الزراعي المنزلي وتحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي للمنزلي. طبعا نتحدث مشاهدينا أكثر عن هذا الموضوع، فيسعدنا نرحب بضيفتنا الكريمة السيدة مريم الدوسري، مؤسس ورئيس تنفيذي لمبادرة غرسة للزراعة المنزلية. حياك الله معانا. بالبداية أول شيء نبارك لك، من 18 أغسطس 5 سنوات الحمد لله تممتوا هذه المبادرة الجميلة اللي وصلت لكثير من البيوت، ووصل أيضا الغذاء لكثير من البيوت كذلك. الحمد لله، الله يبارك فيك. والله شرفتينا. الله يشرفك. شيء حلو لما احنا نشوف اليوم مبادرة من المجتمع، ما تكون اليوم قادمة هذه المبادرات من مؤسسة أو وزارة أو غيرها. لما أقول غرسة فهي من الغرس، غرس الثقافة أو غرس قيمة. شنو هي غرسة؟ بداية أنا شاكرة لكم الاستضافة الكريمة. واجب. غرسة هي مبادرة مجتمعية من المجتمع إلى المجتمع. حلو. سعيت فيها أن إحنا ننشر الثقافة الزراعية بين الأوساط النسائية. عندنا وقت، عندنا مساحات في البيوت الحمد لله، عندنا قدرة نقدر نزرع ونقدر أن إحنا نأمن نفسنا غذائياً. ما في أبداً شيء يمنعنا. لما بدينا الفكرة صراحة كانت فكرة صغيرة، ما توقعنا هذا النجاح الكبير والإقبال الشديد مع المجتمع، من المجتمع والأسرة بكافة يعني أطرافها. بدينا مع السيدات، لكن لما أنا أقول سيدة أم يعني قوة تغيير في الأسرة. معها الزوج أو الأب، معها العيال، معها الأحفاد، ومعها حتى العمالة المنزلية، لأن العمل الزراعي هو عمل جماعي. يغير حتى نسيج الأسرة، إذا قلنا يغير. لو أسرة أبداً ما فيها حوار، بس من يزرعون بذرة ويغرسون هالبذرة راح يكون في حوار، راح تعزز القيم في هذه الأسرة بلا شك. اليوم احنا يمكن استاذة مريم نشوف ان صارت العوائل يتجهون بشكل كبير لاستغلال المساحات، حتى لو كانت المساحات الخضراء عندهم بسيطة، لكن قاعد نشوف ان لا، في ناس مثلا يحبون يروحون للأشياء الزينة، او حتى بالنسبة في صار تطور كبير. يمكن حتى اليوم قاعد نشوف مواقع التواصل الاجتماعي ظهروا كثير من السيدات اللي حتى يعطون نصائح بما يتعلق بكيفية الزراعة. فجميل لما نشوف هذا الوعي. نتكلم احنا تقريبا عن 5 سنوات من العطاء، 5 سنوات من تقديم العديد من الورش اللي تلامس المجتمع. ذكرتي نقطة مهمة، بدايتها وانطلاقتها كان من المربي اللي هي الأم. فنتحدث اليوم شلون الأم قادرة على التواصل معاكم من أجل أنها تأخذ أهم النصائح والمعلومات لتطبيقها في حدائقها. نعم،
الموضوع جدا سهل وبسيط، بمجرد ان الام ترغب ان هي على الاقل شنو عندكم شو تسوون، تسمعنا على الاقل، هي شوي شوي راح تتراكم عندها المعلومات، راح تحب تجرب. التجربه في حد ذاتها ممتعه، فيها اكتشافات، فيها ترقب، فيها نجاح وانجاز. يعني حتى لو ما كان فيها نجاح وانجاز يكون في رغبه ان انا ابي انبت هالبذره. انا لما اقول بذره او غرسه يعني اقول في بركه، في حاله نمو، في عطاء. لا انت حاطين خطه حلوه، في اكتوبر في اشياء معينه تزرعونها بالضبط، يعني كل شهر حاطين خطه بالضبط، لان احنا لازم المفهوم الشائع احنا دوله صحراء وهي وما يستوي عندنا شيء، لكن اذا انا عرفت متى ازرع وشنو هو الوقت اللي ازرع فيه وشنو ازرع راح ننجح وراح نحصد وراح نعرف شنو ناكل ونستمتع بالاجواء الجميله. صحيح. يعني اللي في الموسم. لكن انا ودي اعرف ايضا اليوم مثلا لما احنا نتكلم عن التعليم، التعليم يحتاج الى الجانب النظري والتطبيق العملي علشان تثبت المعلومه، فهل يكون انتم مثلا عندكم من خلال مبادرتكم في زيارات ميدانيه ممكن للبيت نفسه عشان تعلمونهم مثلا كيف الطريقه، سواء كزراعه او طريقه ري او طريقه محافظه حتى على النبات نفسه؟ احنا ما عندنا زيارات مباشره، احنا عندنا مجموعه واتساب نتناقل فيها الخبرات، عندنا لقاءات يعني نوعا ما دوريه، عندنا نقاشات كل واحده تنقل تجربتها. للامانه يعني هذه النقاشات تثرينا حتى واحنا قاعدين في بيوتنا، مو بالضروره نطلع. عندنا في الموسم لازم يكون عندنا برامج تدريبيه موجهه للجمهور، لان احنا هدفنا نشر الثقافه والتمكين، يعني لازم نعطيهم المهارات والاساسيات الصحيحه. قريبا ان شاء الله عندنا دورتين للكبار وفي ورش تعليميه للصغار. احنا نحرص توصل لكم مجرد انهم يحطون غرسه في الانستغرام تحديدا اكثر، يعني احنا موجودين انستغرام وتويتر وسناب شات وفيسبوك، لكن الأساسي إنستغرام. ممكن يعني حتى الاستشارات نقدمها لهم، اللي عنده تعثر أي سؤال إحنا حاضرين إن إحنا نجاوبهم، نقدم لهم المعلومة اللي تخدمهم. حلو. بالإضافة لأن إحنا مو بس نقدم المعلومة، إحنا نحرص على المشاركة في بعض الفعاليات الوطنية، نحرص على توزيع البذور، لأن في ناس ما تعرف تبي تزرع ما تعرف. صحيح. البذور نأخذ دعم من بعض المشاتل والمؤسسات الزراعية بتقديم الشتلات مجانا. حلو. للجمهور، بحيث أن احنا نأخذ بيدهم، يعني ما في مانع يخليك أنت ما تزرع عن بيتك لو نبتة واحدة، وطبعا احنا نسعى أن يكون في كل بيت شجرة واحدة، لأن هي اللي بتساعدنا على تحسين حال البيئة على الأقل المحيط اللي في المنزل، وإذا كل بيت صار فيه عنده شجرة راح تتحسن البيئة بشكل عام، ويكون لنا دور في مجابهة التغير المناخي. ما نقدر إحنا نعيش بمنأى ونشوف الأخبار وما يكون الفرد عنده مبادرات فردية حتى على مستوى البيت عنده. صح. بلا شك. فجميل اليوم لما نشوف أن أنتم تهتمون بخلق ثقافة زراعية، يعني انت نفس ما ذكرتي اليوم استاذة ان لو كانت شجرة واحدة فهو اكيد راح يكون او راح يصنع التغير. اليوم لما نشوف ان ايضا وجودكم يمكن اللي احنا دائما نقول الاهتمام برأس المال البشري والاهتمام بالنشأ هو يعتبر واحد من اهم الامور اللي راح نشوف ثمارها في المستقبل. ان احنا اليوم نربي جيل يكون واعي عارف، تكون عنده مسؤولية باهم، طبعا مسؤولية تجاه بيئته وتجاه نفسه تجاه مجتمعه. فنتحدث أيضا عن أهم المبادرات اللي قاعد تجهزون لها إن شاء الله في المستقبل القريب غير الورشتين. هل راح يكون إن شاء الله هناك شيء أو هل راح يكون مثلا في مشاركات في معرض إكسبو أو زيارات كذلك؟ نعم بالتأكيد. هو للأمانة إحنا نسعى إلى استدامة المجتمع القطري مو بس البيئة. يعني لما أقول إن أنا أنشر الثقافة الزراعية، يعني الأم تنشرها للأبناء للأحفاد، الأحفاد ممكن حتى اللي تعلمه في البيت يروح ينشره في المدرسة. صح. أنا أشتغل مع جدتي، أنا زرعت مع أمي، خلوني أنا أعلمكم. فهذا النشر يخليني أنا أستديم أو يعطيني استدامة في المعرفة، في الثقافة، في تبني العادات المنزلية. شوي شوي راح يكون هو أسلوب الحياة في قطر أن إحنا نزرع. الحمد لله رب العالمين، إكسبو لما يجيني معناته أنا العالم كله يجيني بتجربته وممتلكاته الزراعية، يجيني فرصة لي إن أنا أتعلم، أتثقف، أتعرف. صح. على الخبرات الجديدة، على الشركات، الابتكارات. أحياناً مش بالضرورة أو ما عندي وقت، يعني أنا مثلاً موظفة
ما عندي وقت اني ازرع في الحديقه او الحوش، لكن فيه ممكن ان انا انعم بغذاء صحي في المطبخ او في مساحه صغيره على قد اللي تقدرين عليه. بالضبط. كم العدد اللي وصل لكم تبارك الله على مبادره انا اشوفها طلعت من عندكم انتم كاشخاص؟ نعم. وبعد ذلك توسعت الى المجتمع. احنا الى الان يعني عددنا نوعا ما 260 او اكثر شوي. نعم. لكن احنا نطمح لاكثر، يعني ودنا مو بس قطر صراحه، نطمح لل خلينا نقول المنطقه العربيه والعالميه، لان لما نقول دوله قطر دوله صغيره مناخ صحراوي، هل يعقل ان احنا نزرع في البيت كل شيء بنحصل من البيت؟ احنا ممكن نزرع كل شيء، احنا مو بس نزرع، ممكن نحقق نسبه من الاكتفاء الذاتي. صحيح. عندنا تجارب ناجحه من الاخوات وصلوا 90% من الاكتفاء الذاتي، بما ان في مساحه تعلموا وهم اللي صاروا يعلمون يدربون ينشرون ويستمرون في نشر هذه الثقافة. اكتشفت ان في مثلا دول زراعية هي دول زراعية بس اهلها ما يدرون ان نقدر نزرع في البيت. فصارت التجربة ان احنا نزرع في البيت تجربة رائدة الحمد لله مع غرسة. الكل يطلب ويتمنى شلون المفهوم نفسه او القدرة عند الانسان ان انت تقدر تزرع اكلك وطعامك في البيت، هذا اللي احنا نبي نوصل له عشان تستديم البشريه بشكل عام يعني والشعوب. بلا شك احنا نقول دائما كل عام وانتم الايادي الخضراء اللي تعمر الارض والبلاد، وجميل لما نشوف هذه المسؤوليه اليوم هي مسؤوليه فرديه، هذه المسؤوليه تجاه البلد، تجاه البيئه، تجاه الوطن، الخبرات اللي موجوده عندكم تنتقل ما بين جيل الى اخر، من منزل الى اخر، فنعطيكم العافيه اكيد على هذه الجهود، يعني كل الاشخاص اللي اليوم يسعون الى ايصال هذه الرساله. لكن اليوم احنا اختي مريم جميل ذكرنا ان بشكل عام عن غرسة عن اهم الاشياء اللي تقدمونها، لكن ايضا واحده من الامور المهمه ان انتم اليوم تعطون معلومات بما يتعلق سواء للناس اللي يحبون يروحون في مجال زراعه الاكل خلينا نقول، او حتى مثلا الخضروات والفواكه، او حتى بالنسبه للزينه، وايضا بالنسبه للفئات مثلا او بالنسبه لمواسمها. فانتم هذه المعلومات تقدمونها عن طريق صفحتكم ولا عن طريق الاشتراك؟ لان ذا الاشتراك انا بشترك معكم من الحين. اهلا وسهلا والله نسعد وتشرفينا. شباب عندكم مبادره شبابيه بس تليفون زين من بعيد. نعم الله يقويكم والله حلو. هو للامانه الزراعه فيها اشياء وايد، ويعني انا دائما استرجع كلمه صاحب السمو لما قال في احدى خطاباته ان نحرص في قطر ان يكون عندنا حدائق ذات بهجه ومناظر جميله. احنا لازم نجمل بيوتنا، انا ما راح بما ان المراه يعني مملكتها البيت اول شيء، ضروري ان يكون البيت حلو جميل. الزراعه حضاره، يعني الحضارات القديمة ما في حضارة قامت وما فيها الزراعة ركن أساسي من أركان اقتصادياتها ذاك الوقت. يعني. نعم بالضبط. فإحنا اليوم في دولة قطر يعني الكل يفخر الحمد لله رب العالمين ويحلم أنه يكون في قطر، فليش أنا ما أزرع في بيتي؟ ما في أي سبب يمنعني، يعني حتى لو نقول الإنسان يقول أنا ما أعرف، إحنا موجودين متطوعين نحب أن إحنا ننشر هذه الثقافة، نحاول قد ما نقدر أن إحنا نشارك في الفعاليات، نجاوب على الأسئلة، نحاول إن إحنا حتى نوزع البذور، هاي موسمها الحين، لأنه وصراحة يعني حتى البذور خلينا نقول الزهور والخضار المثمرة الموسمية، وحتى الزهور يعني هالزراعة التجميلية اللي جاي إكسبو يعززها لنا في مجال الزهور. راح نشوف إن شاء الله هولندا بأزهارها، يعني اللي ما راح هولندا هولندا جاته، اللي ما راح خلينا نقول تركيا او نشوف الزرع اللي عندهم، اللي ما راح شاف القهوه في اثيوبيا، اثيوبيا جايتك ليه عندك عدل. يعني احنا فخورين جدا بهذه الاستضافه وفرصه جميله جدا وقيمه ان احنا قد ما نقدر نستفيد منها ونزور اكسبو اكثر من مره. شرفتينا. الله يشرف مقدارك. شرف لي. الله سيده مريم الدسري مؤسس ورئيس تنفيذي لمبادره غرسه للزراعه المنزليه. شكرا على هذه الثقافه وعلى وجودك اليوم. الله يسلمك، انا شكرا لكم الاستضافه. يعطيك العافيه، سعيدين وجودك، واكيد احنا نقول دائما قطر ترحب بالجميع اكيد، واحنا اليوم ايضا يسعدنا لما يكون الجميع والعالم موجود عندنا تحت مظله واحده، اكيد منها الاستفاده وايضا الفائده اللي راح تعم ان شاء الله مش فقط على قطر انما على العالم اجمع. وعاده ممكن ناخذها وتستمر معنا على سنوات، ممكن الغرس في الصغر مثل النقش الحجر، الحجر
حافظ المثل هاي، احنا حافظينه من يوم احنا صغار خلاص. حافظينه نطبقه ولا ما نطبقه؟ هني السؤال. هني لازم نطبقه طبعا، يعني كل شيء لازم نطبقه في حياتنا، لان الواحد لو بيرجع بيفكر، انت بتشوف انه هي صح، ممكن احنا نشوفها كمصلحه مجتمعيه او كمصلحه فرديه، لكن بالنهايه هذه المصلحه هي تعم على الجميع. شو عندنا الحين؟ عندنا أكيد الكثير من الأشياء مشاهدينا، وراح يكون أيضاً عندنا ضيوف مختلفين راح نتحدث في جوانب كثيرة، لكن قبلها مو غلط أن احنا اليوم بما قاعد نتكلم عن الاستدامة نشوف معاكم هذه النصائح والمعلومات اللي تتعلق بهذا الجانب. مرحب فيكم من جديد، ولما نطري موضوع الإكسبو والمستقبل الأخضر في مبادرة اسمها مستقبل أخضر، أسستها شخصية اسمها عاش المعاضيد، بهدف نشر الوعي البيئي والحفاظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة. المزيد معاها عبر الهاتف. صبح عليك بالخير، حياك الله معانا أخت عاشة. قلنا ما يصير نتكلم عن الموضوع وما تكونين جزء من حلقتنا. حياك الله، تفضلي. نسمعك معك، اعطينا فكره عامه عن مبادرتك. الله يعافيكم، شكرا على الاستضافه. صوتي واضح؟ اكيد صوتك واضح اكيد معانا. اوش طبعا نرحب فيك. مستقبل اخضر يعني من العنوان اكيد شيء جميل ان اليوم ايضا يكون حاضر معانا. نتكلم بشكل عام من 2018 الى هذه اللحظه وكيف مستقبل اخضر معانا. اختي عاشة قاعد تسمعينا؟ هي ما قاعد. اي تفضلي تفضلي، عندك المايك. هي مساء كانت تقول تسمعونا هالجمله. صار ما في صوت. نسمعك تفضلي. بس شيء اشكركم على الاستضافه، وطبعا اليوم هو الحدث الكبير اللي كلنا منتظر هذا الحدث، خاصه احنا اللي مهتمين بالبيئه والمحافظه على البيئه. طبعا
في مستقبل أخضر هي المبادرة تأسست 2018 وهدفنا إحنا نشر الوعي البيئي وشون إحنا كأفراد ممكن نساهم بالمحافظة على البيئة وتغيير هذا التفكير. نعم طبعاً الانطلاق نفس ما ذكرنا كانت في عام 2018 تحديداً كانت عن التلوث البلاستيكي، لكن اليوم تبارك الرحمن صار هناك أكثر من محور، فنتحدث عن أهم المحاور اللي تهتمون فيها في مستقبل أخضر. طبعاً اللي هي المحاور بشكل عام هي تخص البيئة وشلون ممكن إحنا نقلل من الاستهلاك اللي كان البلاستيك أو الموارد أو أيضاً في هدر الطعام. طبعاً اليوم إحنا الإكسبو راح ينطلق إن شاء الله اليوم الافتتاح راح يكون بكرة أول أيام للفعاليات، فهو الركائز اللي تركز عليه هو الزراعة الحديثة، الصناعة والابتكار والوعي وايضا الاستدامه. فحاليا احنا نحاول كثر ما نقدر ان احنا ننشر هالوعي بطريقه مختلفه، فاحنا نساهم بالورش اللي نقدمها للاطفال ولل طبعا طلاب المدارس وايضا طلاب الجامعه، وشلون ممكن احنا من خلال مشاركتنا في هذه الأنشطة اللي احنا نقدمها لهم ان هم يعطونا شنو الاشياء اللي هم حابين ان احنا نسويها عشان نحافظ على البيئة. ما شاء الله عليك، من زمان ونعرف هذه القيمة اللي قاعد تقدمينها، ولكن اليوم جات الشيء اللي انت تقدمين علشانه الاكسبو. شنو راح تقدمين اليوم بما ان انت تقدمين في نفس الاطار هذا من سنوات، فاليوم اعادة التدوير، تعاونك مع الكوفيات بان تقدمين مواد غير بلاستيكية أو بلاستيكية، ما أدري صح حيل المعلومة أنا نسيت، مواد معاد تدويرها أو هي أصلا مواد يعني مثل اللي هي البذرة الأفوكادو أو من الذرة، فهي تكون أصلا مواد طبيعية فيكون معاد استعمالها لمنتج آخر اللي هو يكون بديل للبلاستيك. نعم جميل جدا. طيب هل راح يكون هناك في مشاركات بالنسبة لورش راح تقدمونها في إكسبو؟ إن شاء الله في إكسبو راح يكون بالتعاون مع الهلال الأحمر لأول مرة، راح نقدم ورش هدفها اللي هو شلون إحنا ممكن من البلاستيك نحوله إلى قطع فنية، وفي نفس الوقت إن إحنا نكون قللنا من اللي هو تلوث البلاستيكي. نعم حلو تقليل. راح يكون أيضا أيوة، ورح يكون أيضا عندنا محاضرات اللي هي شلون إحنا ممكن نغير من عاداتنا وسلوكنا اليومي للمحافظة على البيئة. ممتاز، أنا حبيت ممكن نقطة اللي هو التحويل ممكن المخلفات أو حتى الأشياء اللي إحنا ممكن نسوي إعادة التدوير لها إلى أشياء جمالية. هذه الأشياء الجمالية ممكن نستغلها محمد في كثير من الأماكن سواء في البيت في المدارس، فحلو لما يكون في استثمار صحيح لإعادة الأكيد يعني الاستخدام. والله شيء حلو اللي قاعد تقدمونه. نبي نعرف شلون راح تقدمون هذا التعاون كمبادرة مستقبل أخضر مع الهلال الأحمر في قطر؟ طبعا المكان اللي راح نكون متواجدين فيه في الإكسبو إن شاء الله راح يكون في مكان مخصص للهلال الأحمر، وبالتعاون معهم راح نقدم هذه الورش للزوار، يعني ما راح يكون في تسجيل مسبق، فهو على حسب الجدول اللي راح ينزل يوم بيومه، فبيكون سهل على كل الحضور أو الزائرين للإكسبو إنهم يشوفون وين راح يكون الورشة اللي راح إحنا نقدمها، وأيضا إحنا راح نحط على برامج التواصل الاجتماعي. إن شاء الله كل التوفيق لكم أختي عاشة المعاضيد، مؤسس مبادرة مستقبل أخضر، يعني مبادرة نجحت لاستقطاب عدد كبير من الأشخاص كبارا كانوا أو صغارا، فحلو اليوم لما نشوف الوعي حاضر وموجود، والأحلى لما يكون هذا الوعي من أشخاص فعليا هم حابين هذا المجال وحابين أنهم يقدمون في هذا المجال، فكل التوفيق لكم إن شاء الله. شلونك مع القهوة؟ دائما محبي القهوة. سألتك قبل تحبينها مع حليب ولا بدون؟ قلت لك على حسب، كل مرة حسب المزاج. حسب المزاج. والصبح هو حتى الصبح على حسب المزاج، يعني سادة؟ حسب. لا في سادة ولا ما في سادة؟ لا بلا طبعا في سادة. لازم يكون في سادة عشان تستشعر طعم القهوة. صح؟ قبل ما كنت أتقبل مرارتها، بعدين قمت أفهم أن هذه هي الأصل. أمس تاريخ 1 أكتوبر كان يصادف
اليوم العالمي للقهوة. بمناسبة اليوم العالمي للقهوة، دخلت القهوة مكة عن طريق حاج يمني، انتشرت في الحجاز. السيد أحمد الرديني هو أول من جلب القهوة إلى مكة، شربها بمسجدها الحرام، وذلك في القرن التاسع الهجري. فرحمة الله عليه، لولاه ما شربت القهوة وما ملأ فنجان واعتدل كيف. ونسأل، كيف عرفت القهوة؟ شنو تاريخها؟ شلون أصبح لها هذا الانتشار الواسع في العالم؟ طبعاً اليوم ممكن تذكرت نقطة جداً مهمة، اللي هو الكيف والمزاج، لأن فعلاً هي تعدد المزاج. صح. لما نتكلم إحنا يمكن حتى القهوة والبن وتاريخها، نشوف أن تاريخها يمكن انطلق حتى من بداية القرن التاسع، ولم تعرف حتى أوروبا القهوة إلا من وصف الرحالين، علماً بأن اللي عرفوا القهوة وحتى نشروها من أهما أصحاب المقاهي. صح. وصناعها. فدائماً لما نتكلم إحنا عن التغيير الثقافي لها، بدأ منهم مش من جهد وزارات أو حتى أفراد. القهوة هي فضاء واسع. صح. وصانع للحياة الاجتماعية من يومه الأول في الوجود. لذلك إحنا نقول أن اليوم أنت قادر على أنك أنت إذا في مبدأ أو في فكرة تقدر أنت توصلها كشخص كإنسان، ملازم أنك تلجأ إلى مؤسسة أو شيء. وهذه كانت يمكن بداية القهوة. نصور القهوة شنو نكتب سوداء كشنو؟ الله، كأشعار إحنا عندنا يعني. كسواد، على حسب أنت شنو تبي تعطي السواد. كسواد الليل مثلاً، مش سواد القلب. والله هذا اللي في بالي جات. زين، ممكن نسميها السمرة، صح؟ تاريخ السمراء التي أراق فيها الشعراء وأسال الأدباء مداد، نقول بأشعارهم ليطوقوا شذاها الفواح عن الشاذلية التي يحبها البدو من خلال مقاعد الكيف، عن رحلة مختصرة قرقعة الفناجين الأولى. ديوان القهوة هذا كتاب للباحث ماجد الأهدل، الكاتب جمع فيه كل ما قيل عن أشعار القهوة، وصدر عن دار صوفيا في الكويت، وهذا الكتاب انتشر ولأن فيه أشعار وغيره. في كتاب آخر يعني قريب منه أيضا نزل قبلها بفترة بعنوان سفر القهوة، تحكى فيه القهوة حكايتها وتاريخها المفصل. حتى يمكن في ديوان القهوة وتحديدا في الكتاب ذكر الكاتب أن محبي القهوة السوداء هم أصحاب ذوق عالي. صح. طبعاً يعني هنا نرجع نقول يختلف الموضوع أكيد من شخص إلى آخر. الناس اللي يحبون القهوة السوداء، الناس اللي يحبون القهوة اللي حتى ممزوجة مع حليب أو حتى تكون فيها منكهات، لكن الأهم الواحد لما يقوم الصبح ويشم ريحة القهوة. وفي أبيات يعني أيضاً لها علاقة وارتباط، فحلو لما احنا نشوف هذا الارتباط. قد أقبلت وسوادها يتوقد، ومن العجائب أن يضيء الأسود بسوادها أبيضت قلوب، وبسوادها ساد السواد ويحمد. نقول لكم الحين في أمان الله مشاهدينا وبحفظه، وإن شاء الله يوم ممتع في إكسبو دوحة 2023، بداية وجود العالم كله من جديد في قطر. فأمان الله.